حسن يا استاذ ممدوح، لم اعزل لك بذلك، لم اذن لك بذلك، لم اذن لك بذلك في مسجد تأذن فيه. ايه استاذ ممدوح اسماعيل، بعد ان تنتهي من الاذان ساتحدث معك حديثا لانك خالفت نظام الجلسه. السيد النائب ممدوح اسماعيل خالف نظام الجلسة وأذن وطلب الحديث دون أن يأخذ رأي رئيس المجلس. هناك مسجد تؤذن فيه، هذه القاعة للحديث، لا تزايد، لست أكثر منا إسلاما ولست أكثر منا حرصا على الصلاة، لا تزايد، ولم أسمح لك مرة أخرى. عايز تصلي اتفضل، عايز تصلي لم أمنعك اتفضل. ربنا يخرب بيت اللي تعالك يا شيخ، ما انا عارفك انت الكبير بتاع القاعده دي كلها، ما انت اللي راسم، ما انت الحكومه كلها، يعيش الحكومه. لا تعقب، لا تعقب، هذا المكان للمناقشه وليس للاذان. اسمعني حضرتك، اسمعني حضرتك، انا بشبع على حضرتك، مش هتبقى امستك، تبقى امستك محمد لطيف، مش ابن محمد لطيف وزير الشؤون الكرويه في الحكومه، ومين ابو الشعر ابيض جروب به. وهذا لست استاذان. لا 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 الله، هل انت محامي محترم؟ هل تحتاج الى شيء اعلامي يا ممدوح؟ هل تحتاج الى شيء اعلامي؟ تخاطب من؟ سياده الرئيس، كل النواب الحاضرين يريدون الصلاه. لم اسمح لك بالكلام مره اخرى، اجلس اجلس، لن اسمح لك بالكلام مره اخرى، اجلس. هو الدف الاتحاد الاشتراكي؟ حد اشتراكي ايه بس؟ حد اشتراكي ايه بس؟ اصله عمال يقول عليا الطلاق بالثلاثه. لا ما قالش. طب حق. ما قالش يا مفتري، ما قالش. لن اسمح لك بالكلام مره اخرى، اجلس. اجلس. لن اسمح لك بالكلام مره اخرى، اجلس. لم اسمح لك بالكلام، اجلس. لا تعطل اعمال الجلسه، لا تعطل اعمال الجلسه، والا طبقت عليك اللائحه. انا اروح لاس وكل واحد ياخد نصيبه هناك، وكلكم هتتضربوا لما يبان لكم صاحب سلومه لقرع ما اعرفش اخوه. لا لا، ليس هذا دستور. تفضل اجلس، اتفضل اجلس، لا تعطل نظام العمل في الجلسة. هل أنت فقيه أكثر من هؤلاء ولا فقيه أكثر من هؤلاء؟ لا تزايد على الجالسين، لا تزايد على إخوانك في المجلس، لا تزايد على أحد. بدل ما تتخانقوا مع بعض، وبعدين عيب يعني تبقوا رجالة كبار كده وتتخانقوا مع بعض. خليت تقول لي العيال الصغيرين، يعني عايز افهم انا يا سيد، مش خناقه بلا كلام فارغ بقى، بلا بتاع بقى، ده انتوا طلعتوا مقلب يا جدع، بلا ولا مفيش احترام للعيال، مفيش احترام للراجل اللي واقف ده، طيب يعني ولا طلعت مقطوع على العمود وخلاص يعني. بلا خليك بلا نيله بقى، بلا بتاع بقى، بلا سياده القاضي بس كتك نيله، انت عارف حاجه ولا هتتنيل على البتاع؟ ايه حياتك صحيح؟ مش عايز ولا كلام انا خالص، مش فارغ ها؟ مفيش احترام للعالم؟ مش جبارك؟ قول كلام فارغ؟ وفرحان لي بالبتاع الحمراء قوي؟ مش عايز ولا الكلام انا هنا؟ ده انا غلبان.